يترك المنتخب الأردني يعاني. والله هذا البطل خرج شلقة، خرج شلقة للمرة الثالثة من على خط المرمى. ولقطة فيها فدائية عالية، لقطة تؤكد لك حلم كل لاعب العراق في الوصول لريو، لقطة غير عادية من جانب سعد ناصر اللي كان بفدائية عالية يدافع عن مرمى العراق من أجل الذهاب إلى ريو. الفدائية العالية عند دفاع العراق يريدون أن يؤكدوا من خلالها استحقاقهم للوصول إلى الأولمبياد. Nice.